الله سبحان الله. سمعوا اخوتي الصوت ديال الواد، سمعوا شوف تبارك الله، شوف المساحه ديالو، شوف ها القنطره ديالها يتملل، ها هذه هي القنطره ديالها يتملل، وعندكم هذه المساحه كلها، هذه البلاصه غادي يوصلها ملي يوصل الواد، غادي يوصل حتى لهنا، هذه البلاصه كلها غادي يوصلها، وعندكم زيد حتى لهذيك البلاصه غادي يوصلها. ولكن السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد، جينا لكم اخوتي واتسوس كما كتشوفوا، هذا هو واتسوس بعد الفيضان بعد الامطار غزيره، خاص انسكال اي تملل اكادير، هذه هي النتيجه ديال هاد الفيضان امطار غزيره خاص في واتسوس، وباقي واتسوس غادي يوصل غدا ان شاء الله في الصباح، وباقي غادي يستمر، وباقي الويدان غادي يدعموه. عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ساعدونا اخوتي باش نوصلوا 300 كا، كلشي يدير ابوني كلشي يشتاد، وخرجه ممتعه مع هاد الواد سوس. كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشره من واد سوس، هذا هو واد سوس، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، فيضان خيال، فيضان صعيب، شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، السيول كتوصل من جديد اكادير اي تملوه، هذا هو واد اي تملوه انسكان، والسميه الحقيقه ديالو هي واد سوس، هذا هو واد سوس كما كتشوفوا تبارك الله. يا سلام 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 يا سلام، تبارك الله تبارك الله، كما كتسمعوا الصوت ديال الواد، السيول مجهدة، فيضان كل مكان. اليوم تفاجئنا بالأمطار غزيرة، عاصفة رعدية هاجمات على أكادير، هاجمات على أي تملول، على إنسكان، هو تسوس باقي جاي في الطريق، باقي الويدان غادي يدعموه، شوف يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة، يا ربي السلامة، هادشي أخوتي خطير تماما، هذا هو واد سوس، وهاد اتجاه واد سوس، ومن هاد اتجاه واد سوس. وهاد الواد اخوتي باقي غادي يوصل بعد 4 سوايع 5 سوايع غادي تشوفوا الفيضان ديالو بصح، حيت النزول امطار غزيره وعاصفه رعديه في اكادير، بدات مع 12 مع الوحده مع الجوج كل مكان، وهاد الواد كيجيب النواحي ديال اكادير، النواحي ديال اي تملول، بعد الويدان كيدعموه، وهاد الواد كيوصل المساحه ديالو من حتى لهنا، ولكن غدا ان شاء الله غادي نرجعوا ونصوروا لكم الواد اللي خطير. المهم دابا حاليا يلا كيوصل، تبارك الله سبحان الله سبحان الله. سمعوا اخوتي الصوت ديال الواد، سمعوا شوف تبارك الله، شوف المساحه ديالو، شوف ها القنطره ديالها يتملل، ها هذه هي القنطره ديالها يتملل، وعندكم هذه المساحه كلها، هذه البلاصه غادي يوصلها ملي يوصل الواد، غادي يوصل حتى لهنا، هذه البلاصه كلها غادي يوصلها، وعندكم زيد حتى لهذيك البلاصه غادي يوصلها. ولكن بعد ساعات مع تقريبا ساعتين 4 سوايع 6 سوايع 300 سوايع عاد غادي يوصل الواد اللي قوي بزاف، كما كتشوفوا هادشي ماشي سهل. يا ربي السلامة يا ربي السلامة، سمعتوا الصوت ديالو، شوف يا سلام يا سلام، درنا المجهود ديالنا باش نصوروا لكم هاد الواد سوس، وغادي نجي ليه ان شاء الله مع 8 مع 9 ديال الصباح، غادي نجي لنا نصور لكم هاد الواد، وغادي تشوفوا الواد ديال بصح ان شاء الله بحول الله. تبارك الله تبارك الله، ولات
الوقت كتظلم دابا المغرب صافي وصل المغرب كما كتشوفوا. وادي يا ربي السلامة. شوف 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 يا ربي السلامة. السلامة 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 السلامة. وفي نفس الوقت اخوتي كاين الزلق هنا، كنت غادي نزلق قبيله، كنت فواحد البلاصه تما غادي نزلق. شوف تبارك الله، شوف السلامة 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 يا ربي السلامة. تبارك الله على هاد الواد سوس، واد سوس كلشي كيعرفو، واد سوس عنده التاريخ ديالو، واد سوس معروف بالمشاكل، واد سوس معروف بالمصايب، كيسبب بعض المشاكل ملي كيجي كيقول لهم حيدوا عليا هادي بلاصتي هاني جاي في الطريق. ملي كيوصل كيسبب بعض المشاكل، راكم عارفين الا شفتوا القنطره ديال واد سوس عاليه حيت كيسبب بعض المشاكل. القنطره ديال واد سوس هي هادي، وحاليا باقي هو ما وصلش كامل، يلا دابا كيتوصل بالدعم وكيجمع الفيضان باش يهاجم بواحد الطريقه واعره. يا ربي السلامه. شوف شوف يا ربي السلامه. هادشي مخيف اخوتي، بعض الناس كيتفرجوا في هاد الواد. والحمد لله وصلت هنا، باقي الشتا كتنزل ولكن ربي ما خيبنيش. ما كايناش الشتا مجهده، غير وصلت نسكان وهي تحبس الشتا وانا نجي نصور لكم الواد والحمد لله. تبارك الله تبارك الله. نتمنى الاشتراك ديالكم اخوتي، نتمنى الشجاعه ديالكم. هذا هو واد سوس والقنطره من الفوق، كاين هذيك القنطره وكاين هذا الواد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. نتمنى الشجاعه ديالكم اخوتي حيت كنديروا المجهود. هاد البلاصه اخوتي هي القنطره ديال تملول. وعندكم هاد البلايص كلهم كيوصلهم الواد، هاد البلاصه كلها بلاصه الواد. كتنزل العاصفه رعديه اخوتي، عاصفه رعديه كتنزل. نتمنى نكمل 8 دقائق، نتمنى نصور نكون سالين، حيت هاد الواد معروف بالمشاكل، هاد الواد معروف بالمصايب، هاد الواد صعيب بزاف، هاد الواد اخطر من الواد تنسيفت اللي تفرشوا فيه. هذا هو واد سوس، سبحان الله. السيول، امطار غزيره. واو 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 تبارك الله تبارك الله. كتنزل الشتا، انا معليش انا ما عنديش مشكل، على حساب الشتا، على حساب هالكاميرا اللي خفت عليها، اما انا ما عنديش مشكل واخا الرغد، حيت الخدمه هادي ضروري خصني نركز على الخدمه، ماشي تكون الشتا ونهرب وما نصور لكم. خصني نغامر واخا نفزق، واخا تنزل الشتا وتنزل العاصفه رعديه، خصني نكمل الفيديو ديالي ونحمي الكاميرا ديالي، هذا هو المهم عندي. شوف تبارك الله، شوف يا ربي السلامه. بدا الواد كيتزاد اخوتي، الواد كيتزاد يا ربي السلامه، واد بدا كيتزاد، عاصفه رعديه بدات كتزاد. كنتمنى الكاميرا ما تخسر ليا. ما عرفت شنو هو الحل، شنو غندير. ويلي الطانوبيل بعيده عليا، الطانوبيل بلاصه بعيد. يا ربي دير شي تياول ديال الخير، يا ربي دير شي تياول ديال الخير، نكملوا غير 8 دقائق. يا ربي دير شي تياول ديال الخير. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله. نتمنى الشجاعه ديالكم اخوتي. باش تعرفوا، ما عرفتش يقدر يبان لكم هكا مزيان. خفت على الكاميرا اخوتي والله، خفت على الكاميرا. هو امطار غزيره باقي مستمره، نتمنى يبان لكم كل شيء. ايوا
الطقس 30 ملم في الساعة هي هادي جابوها لاصقة، وغدا الجمعة باقي كاينة الشتاء. إذن يومين ديال الشتاء، ونتمنوا إن شاء الله يكون خير. يا رب يا رب يدير شي تياول ديال الخير. كتنزل العاصفة أخوتي، كتنزل العاصفة رعدية، عاصفة رعدية كتنزل أخوتي. أوه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كما كتشوفوا القنطرة ديال واتسوس هي هادي، باقي غادي نصور لكم 8 دقائق وان شاء الله بحول الله غادي ندير لكم ستوري ديال انستغرام وديال تيك توك نفس السميه ديال لاشين ديالي. اللي بغى يكتشف بعد اللقطات الرائعه في تيك توك يدير نفس السميه ديال لاشين احمد بيزلاف، وكذلك انستغرام ديالي، ودعمونا اخوتي. شوف شوف يا ربي السلامه يا ربي السلامه. كما كتشوفوا القنطره من لهيه والواد هو هذا. شوف اخوتي شوف، او يا ربي السلامه يا ربي السلامه. وباقي غادي نرجع لكم اخوتي لاكادير، حيت دابا كنتواجدوا في تملول طانوبيل بلاصيت في هذيك الاتجاه. ايوا نتمنى التشجيع ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. السيول مجهده، واتسوس هو هذا. شوف اخوتي شوف، رغنت وحق الله كاينه العاصفه رعدية، رغنت وكاين الريح وكان امطار غزيره، وخفت على الكاميرا ما انا ما عنديش مشكل واخا نسيك. هو كما كتشوفوا واتسوس هو هذا. غدا ان شاء الله غادي نرجع ان شاء الله نصور لكم واتسوس من جديد، وعندنا بعد الاوديه ديال اورير، وغادي نصور لكم نديروا المجهود ديالنا باش نصور لكم كل واد نصوروه ان شاء الله بحول الله، ونبارطاجيو معكم المزيد ان شاء الله بحول الله. ونتمنى الشجاعات ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي. وكنت غادي نزلق قبيله اخوتي، كان بزاف غادي يزلق في الواد، شويه ما زلقت غير برضات الوالدي. كنت غادي نزلق في الواد، ايوا الحمد لله والشكر لله، ربي معايا وربي كيحميني، والبطل كيبقى بطل والمغامر كيبقى مغامر. ونتمنى ان شاء الله الله يجيب غير الصحه والسلامه. شوف ها اللي كيعجبكم اخوتي، ها اللي كيعجبكم، ها شوف. اوه اوه تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الله تبارك الله. بدا كيزيد اخوتي الواد كيزيد، شوف ها. حيت قالوا لك الناس الاولين الواد السكويتي خطير، وهذاك الواد السكويتي راه كاين في هاد الاتجاه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام، جينا في الوقت، جينا في الوقت المناسب، حيت دازت واحد العاصفه مجهده فين زكان هاي تملول. شوف اخوتي شوف، يا ربي السلامه يا ربي السلامة. السلامة 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 السلامة. الحمد لله والشكر لله ملي جات العاصفة رعدية. شحال هادي كتسناو، شحال هادي كننتظرو، أخيرا أخوتي جات الشتاء وغادي يكون الخير ان شاء الله بحول الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف السلامة 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 السلامة. هذا هو واتسوس. اخيرا وصلنا الطوموبيل. واو 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 كاين الشتاء
كاين البرد، عاصفة رعدية فين زكان فايت من اللول. المهم صورنا لكم فيديو خاص في وايت سوس، هذه غير البداية. غدا ان شاء الله في الصباح غادي نجيو نصورو الواد فاش غادي يوصل كامل، ونتمنى تبارطاجيو لينا وديروا لينا ابوني، راكم عارفين كنديروا واحد المجهود. شوف راسي عامر بالماء وهاد البرد، وضربنا الكيلومترات جينا من طربرشت لاكادير ايتملول. اذا نتمنى ان شاء الله اطفات نتمنى ايوا زيد ها 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 هذه البدايه ها ها ها. يلا بارطاجيو اخوتي، كيفاش بارطاجيو اخوتي وصافي الله يهديك. ديروا لينا ابوني، اشتركوا في القناه ديالي، والمزيد ديال الاوديه غادي نشاركوا معكم، واد ديال اورير والمزيد نواحي ديال اكادير، واي مكان تيزني تفراوت اي بلاصه في الاوديه في الفيضان غادي نصوره. تحياتي لكم اخوتي، شكرا لكم كاملين بوحد بوحد.